لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة المعاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية. حقيقة موقف النهاردة موقف عجيب قوي وجميل قوي قوي. الموقف حكاه أو رواه الإمام الحاكم وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في السلسلة الصحيحة، إن حبيبنا متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان في يعني إحدى السفريات، فمر على رجل أعرابي، فرجل الأعرابي ده استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، ضيف النبي عنده صلى الله عليه وسلم وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي طبعا كان لا يترك أحدا يفعل معه أي معروف إلا ويكافئه، فقال له إذا كان في الغد فأتنا لنكرمك، إبا تعالى عد علينا علشان نكرمك. فقال له حاضر. فراح للنبي تاني يوم، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول هذا الرجل سل ما شئت، اطلب اللي انت عايزه. خد بالك حبيبنا صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما فيش حاجة بيقولها إلا إذا كان الوحي جاءه من السماء وقال له قول لفلان اطلب اللي انت عايزه، زي ما حصل مع ربيعة ابن مالك والحديث رواه مسلم. لما النبي كان طبعا ربيعة كان بيحضر مية الوضوء للنبي عليه السلام، فحب النبي يرد له المكافأة ديت او المعروف ده، فقال له سألني شيئا يا ربيعة، قال له اسألك مرافقتك في الجنة الى اخر الحديث، يعني مش عايزين نكرر الحديث كتير. شاهد في الموضوع إن النبي ما بيقولش كده لربيعة الا لان الوحي جاء قال له كذا. لما قال له عمير بن الحمام لما بيقول له ما حملك على قولك بخن بخن في غزوة بدر، قال لا شيء يا رسول الله سوى أن أرجو أن أكون من أهلها، يعني أرجو أن أكون من أهل الجنة. في ساعتها على طول قال له فأنت من أهلها. فالنبي لا يقول مثل هذه الأشياء إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. النبي بيقول للأعرابي بيقول له اللي أنت عايزه أطلبه، سأل تعطى. فالرجل قدامه فرصة، وعايز حضراتكم تتخيلوا الموقف الإيماني العجيب ده. تخيل نفسك وتخيلي نفسك واقف قدام النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم. قابلت النبي وأتيحت لك الفرصة إنك تقف تتكلم معاه لمدة دقيقة واحدة، وبيقول لك اطلب اللي انت عايزه. هتطلب ايه؟ يعني أنا متخيل كده لو إخواني وحبايبي المشاهدين سألنا كل واحد قابلت النبي لمدة دقيقة تطلب ايه؟ أنا عارف إن ممكن تكون ناس قاعدة دلوقتي دموعها على خدها، أنا ممكن أقابل النبي؟ معقولة ممكن أقف مع النبي وكمان فوق ده كله كمان هطلب كمان من النبي؟ يعني تلاقي حسيسك أنت لا تستطيع أن تتمالك نفسك حينما تعلم إن في لقاء بينك وبين حبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل كان طلباته غريبة قوي، ده النبي بيقول لك اطلب اللي انت عايزه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشغل نفسه ولا يشغل غيره بالدنيا ابدا. راجل جاي له كما عند ابن ماجه بسند صحيح بيقول له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. ما قالوش خش صل ركعتين وبس او ابدا، قال له ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. فالنبي عليه السلام كان دائما يرتقب أرواح الصحابة والأمة من بعدهم عن أو حال الدنيا إلى غنيمة الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. ولذلك دائما كل عروض النبي عليه السلام على طول على الجنة، من يحفر بئر رومة وإيه وله الجنة، من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة، أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين، من يفعل كذا، من يجهز جيش العسرة وله الجنة،
من يأتيني بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة. دايما عمر ما النبي يقول حاجة إلا وكان إيه، وزي ما قلنا قبل كده في أحد الحلقات ولا نريد أن نكرر، كان النبي لا يذكر طاعة إلا ويقرنها بالجنة. فهي دي التجارة الرابحة، وهي دي الساعة اللي موجودة عند حبيبنا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتاجر مع الصحابة على مغنم ولا على دنيا ولا على وزارة ولا جاه ولا ولاية ولا أي حاجة. كل حاجة عرض عليهم المقابل، حتى بيعة العقبة الثانية أعظم بيعة في الكون ده كله، لما قال لهم تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمن والمعروف وعلى كذا وعلى كذا، البيعة بقى. قالوا فما لنا؟ قال لكم الجنة. قالوا ربح البيعة، لا نقيل ولا نستقيل. يبقى إذن النبي عليه السلام كان لا يتاجر مع الصحابة إلا بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. الرجل قدامه فرصة عمره، النبي بيقول له سل تعطى، اللي انت عايزه اطلب. فإذا بالرجل كانت همته قد كده، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسألك ناقة نتبلغ عليها ونحتلب لبنها. ياه بقى، لما النبي يقول لك عايز ايه تقول له انا عايز ناقة اركب عليها روح مشاويري، ولما عاوز اشرب لبن احلب لبنها. فالنبي زعل جدا، كأنه عايز يقول له فرصة عمرك قدامك، بقول لك عايز ايه تروح تقول لي عايز ناقة؟ ده الناقة دي ممكن تروح تاخدها من اي حد، من ابو جهل ولا ابو لهب ولا عقبة بن ابي معيط ولا اي حد، تيجي تطلب من النبي ناقة؟ يعني ده النبي بيقول لك اطلب اللي انت عايزه. فراح النبي غضب، فلما غضب ما اداش الدرس بقى للرجل ده لوحده، لا راح مجمع الصحابة كلهم وقال لهم هلا فعلتم؟ سبحانك يا رب. يعني شوف أخلاقيات النبي وذوقيات النبي. النبي لما كان يلاقي حد يغلط يا جماعة ما كانش يوجه له الكلام مباشرة علشان ما يحرجوش. ده بيفكرنا بحديث اللي رواه مسلم لما جم الثلاثة يسألوا عن عبادة النبي عليه السلام، فلما أخبروا عنها كأنهم تقلوها. يعني إيه؟ سبحان الله، وده بداية الغلو. بداية الغلو إن أنت تعتقد من جواك إن عبادة النبي قليلة، النبي عبادته قليلة، أمال مين اللي عبادته كتيرة؟ ده هو أعبد الناس وأخشى الناس لله سبحانه وتعالى. فقال أحدهم وأين نحن من رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدا. والثاني قال وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدا. والثالث قال أما أنا لا أتزوج النساء. قلنا الحديث ده بكده. فالنبي عليه السلام لما حب يوجههم ما قال لهمش أنت قلت إيه وإنت قلت إيه وإنت قلت إيه، مع إنها كلها طاعات، بس ده بداية الغلو، إن أنت تعتقد إن النبي عبادته قليلة وإن أنت ممكن يعني إيه تعدي العبادة بتاعته. فقال الصلاة جماعة، وراح مجمع الصحابة ومحبش يعرفهم مين اللي قال الكلام ده، لكن هو حب يديهم درس يتعظ من خلاله الثلاثة والكل يتعلمه وفي نفس الوقت ما يحرجش حد. قال أما إن ما بال أقوام يكورون كذا وكذا، أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم، لا ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأعرابي ده لما غلط النبي بيقول له سل تعطى، بيقول له أسألك ناقة نتبلغ عليها ونحترب لبنها، حبي يصحح له الغلطة وحبي يعلم الصحابة ويعرفهم إن الكلام ده غلط. فقال هلا فعلتم، مع ان الراجل ده هو اللي طلب، هو ما حدش من الصحابه اتكلم، قال هلا فعلتم كما فعلت عجوز بني اسرائيل؟ فقالوا وما فعلت عجوز بني اسرائيل يا رسول الله؟ شوف يا اخي سبحان الله، شوف الاسلوب التربوي التعليمي الجميل. النبي عايز يعلمهم حاجه وبعدين بيضرب لهم مثل من الامم السابقه، فمن ناحيه يوسع أفاقهم ويوسع تفكيرهم، وفي نفس الوقت بيديهم درس، وفي نفس الوقت يعني بيقول لهم شفت بقى امرأة عجوز وكبيرة جدا في السن، ممكن يكون سنها معدي 70 أو 80، بس شوفوا همتها عاملة ازاي، يا ريت كنت تبقوا زيها. تعرف زي ما اجي مثلا ايه اي واحد عايز اقول له انا عايزك تجتهد في العبادة، فلاقيه مثلا يقول لي خلاص ان شاء الله هجتهد في العبادة، ان شاء الله كل يوم هصلي ركعتين قيام ليل في 10 دقائق. فأقوم أنا إيه عايز أقول له اللي أنت بتقوله ده يعني حلو مش وحش، بس 10 دقايق، طب ليه ما خلاش نص ساعة مثلا؟ فأقوم ذكر له واحد من السلف سنه كان معدي 90 سنة، أقول له عارف ده في واحد كان عنده 90 سنة وكان بيبكي في آخر أيامه، عارف بيبكي ليه؟ فيقول لي
فأقول له لأنه بيقول ضاعت الهمم، والله ما أستطيع أن أصلي كل ليلة إلا بالبقرة وآل عمران، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول لي معقولة؟ أقول له آه والله. تخيل يعني، وهيجي معنا طبعا في البحث بتاع الدرس ده. فبكده إيه، يبقى أنا ذكرت له مثال حلو قوي، وهو إيه يقول يا واحد عنده 90 سنة وزعلان عشان ما بيصليش غير بالبقرة وآل عمران، وأنا ما شاء الله يعني تمخض الجبل وفولد فقر، بقول هصلي 10 دقايق. فيبتدي إيه همته تعلى. فالنبي بيقول لهم هل فعلتم كما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله؟ راح أحكي لهم الحكاية. الحكاية هحكيها لكم بقى بالبلدي كده ببساطة عشان أمهاتنا اللي قاعدين قدامنا ربنا يحفظهم. اللي حصل يا جماعة إن سيدنا يوسف عليه السلام لما كان عايش في مصر وكان عزيز مصر، قبل ما يموت بشوية راح موصي أخوه اللي هو بنيامين. قال له يا بنيامين أنا خلاص يعني حاسس ببداية الموت، بداية الوفاة، فلو مت هتدفنوني طبعا في مصر، لكن لو أنتوا بقى كبني إسرائيل لو أنتم خرجتم من أرض مصر ابقوا احفروا مكان القبر بتاعي، هتلاقوا جسدي زي ما هو، لان اجساد الانبياء لا تفنى، خدوا بالكم، خدوا الجسد بتاعي وادفنوه في الارض المقدسه. فين؟ في فلسطين. لان سيدنا يوسف اصلا منين يا جماعه؟ اصلا من شمال فلسطين. سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف يعني كان عايش في شمال فلسطين، ولما سيدنا يوسف طبعا غاب عنه 40 سنة وبقى عزيز مصر وتعرف على اخواته في مصر وقال لهم اخبار والد ايه اللي هو سيدنا يعقوب، قالوا له عمي بصره من البكاء عليك، قال خذوا القميص بتاع ده والقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين. فراحوا حطوا القبيص على وجه سيدنا يعقوب فعاد بصره بإذن الله سبحانه وتعالى، وجاءوا جميعا وكانوا 70 واحد، أفراد الأسرة كلها كانوا 70 واحد، راحوا مصر واستقبلهم سيدنا يوسف وعاشوا هناك. وهي دي كانت بداية دخول بني إسرائيل، يعني إسرائيل اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام، دخلوا في هذا المكان وعاشوا خلاص في هذا المكان. فبيقول لهم، بيقول لي بنيامين، بيقول لما تخرجوا من أرض مصر تمام ابقوا احفروا وخذوا جسدي وادفنوه في الارض المقدسه. فمات سيدنا يوسف عليه السلام ودفن جسده، وسيدنا بنيامين لم يتمكن هو ومن معه من بني اسرائيل من الخروج من ارض مصر بسبب اضطهاد طبعا الفراعنه والى غير ذلك واللي حصل، واخد بالك، ففضلوا موجودين في ارض مصر. ومات بنيامين ايضا ودفن في مصر، واضح كده؟ فلما جه في عهد سيدنا عيسى، عهد سيدنا موسى، سيدنا موسى لما واجه فرعون، وبعدين فرعون أراد أن يبطش بسيدنا موسى لما ذكره بالله ودله على نعمة التوحيد وأنه لابد أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى، ففرعون خد الجنود بتوعه جري ورا سيدنا موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل وأراد أن يبطش بهم في قصة خروجهم إلى البحر وشق البحر بالعصا والكلام ده كله. شوف أنا بجمع لكم أحداث عجيبة جدا جدا من خلال هذا الحديث. فسيدنا موسى وهو خارج هو وبني إسرائيل، وكان منهم بعض العلماء، فجأة تاهوا في الطريق، فسأل علماء بني إسرائيل ما الذي حدث؟ إيه اللي خلانا تهنا؟ قالوا له تذكرنا وعد بنيامين ليوسف عليه السلام. قال وما وعد بنيامين؟ قالوا له ده احنا لما سيدنا يوسف مات من زمان طويل كان اخذ العهد على بني اسرائيل وذكر الكلام ده لبنيامين، وبنيامين ذكرهن ان لما نيجي نخرج من ارض مصر لابد ان نحتفر يعني نحفر ونطلع جسد سيدنا يوسف عشان ندفنه في الارض المقدسه. قال لهم يعني، قال له يعني هنفضل تايهين مش هنعرف نخرج الا لما ناخد جسد سيدنا يوسف. قال ومن يعرف مكانه؟ قالوا لا يعرف مكانه الا عجوز بني اسرائيل. واضح كده القصه بدات ايه توضح كده؟ شوف النبي بيقولوا ايه، هل فعلتم كما فعلت عجوز بني اسرائيل؟ عجوز بني اسرائيل ده عملت ايه؟ هي كانت ست كبيره قوي في السن، وهي اللي حضرت دفن سيدنا يوسف، او على الاقل عرفت من سيدنا بنيامين المكان اللي مدفون فيه سيدنا يوسف. الاجيال اللي بعد كده ما عرفتش هو مدفون فين، فقالوا الوحيده اللي عارفه مكان قبر سيدنا يوسف هي هذه المراه العجوز. فقال موسى عليه السلام ومن ياتيني بها؟
فواحد قال له أنا أعرف مكانها، راح جابها من البيت وقال لها أين قبر يوسف عليه السلام؟ فقالت وماذا تريدون من قبري؟ قالوا لها هو أخذ العهد علينا أن نأخذ جسده لندفنه في الأرض المقدسة. فراح مكلمها سيدنا موسى قال دليني على قبر يوسف عليه السلام. قالت لا أفعل، خدوا بالكم من الحتة دي، لا أفعل حتى تعطيني عهدي. قال لها وما عهدك؟ عايزة إيه بالضبط؟ قالت أن أكون معك في الجنة. الله، هي بتكلم رسول من أولي العزم الخمسة، خدوا بالكم، بتكلم رسول من أولي العزم الخمسة، امرأة عندها همة سنها معدي 90 مش مشكلة، سنها معدي 90 ولا 80 مش مشكلة، المهم أن همتها ما شابت. والشيب هو شيب الهمم وليس شيب الشعر ولا الرأس، هو ده الشيب. إن ممكن واحد يبقى عنده 90 سنة وعنده همة الله أكبر، خد بالك، وفي واحد ممكن يبقى عنده 20 سنة ولما تسأله عن همته ما عندهش همة بالمرة، هو عايش حياته عشان يأكل ويشرب ويستمتع وفي النهاية يعني إيه يقضي حياته ويعديه وخلاص. مع إن ربنا جعل لكل إنسان بصمة تختلف عن بصمة الإنسان التاني، ولما ربنا تحدى الخلق في إعادة الخلق مرة أخرى عند البعث ما تحدش في إن الخلق ده الجسد ده لما بيبلى في القبر ولا يبقى منه إلا عجب الذنب، خدوا بالكم، اللي هي حتة العدسة اللي عاملة اللي هي قطعة الفقارية الصغيرة دي اللي في أسفل العمود الفقري، خدوا بالك، ومنها ينزل ماء من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى كالمطر وينبت منه الأجساد، حتة القطعة الفقارية الصغيرة دي كده ينبت منها الجسد مرة أخرى. فربنا ما تحدش بالمعجزة دي بس، لا، ده تحدى بما هو أعجز منها. قال جل وعلا في سورة القيامة بلى قادرين على أن نسوي بنانه، واضح؟ يعني ربنا بيقول ده أنا مش هرجع جسمك ده بس من حتة القطعة الفقارية دي بالمطر الذي سينزل من تحت العرش، لا، ده أنا هرجع لك بصمات الصوابع بتاعتك زي ما هي بالملي، ما فيش خط إيه لا ينقص ولا يزيد ولا يختلف. شفت العظمة؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه المرأة قالت له فشات الموضوع أن كل واحد له بصمة علشان لما يجي الدنيا يحط بصمته قبل ما يروح، يعني ما ينفعش تعيش في الدنيا دي عشان تاكل وتشرب وتتجوز وتخلف وتتمتع وتقضي حياتك كده وتمشي ولا تترك شيئا ينتفع به البشر، لابد أن تعمر دنياك وأخراك، لازم تعمل حاجة تخدم بها بلدك، لازم تعمل حاجة تخدم بها مجتمعك، وفي نفس الوقت تعمل حاجة تخدم بها دينك عشان لما تقف بين دين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألك عملت إيه، ماذا قدمت لدين الله، تقول عملت وعملت وعملت ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك. فهذه المرأة قالت له لا أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني عهد. قال وما عهدك؟ قالت أن أكون معك في الجنة. هو أنا أطلب إيه من الرسول من أولي العزم الخمسة اللي حاجة كبيرة تتناسب مع مقام النبوة والرسالة؟ قالت له أن أنا أكون معك في الجنة. فكأن موسى عليه السلام هو توقف عن الرد عليها لسببين، مرضيش يديها عهدها ليه يا جماعة؟ لسببين، لأنه ابتداء لا يملك أن يقول لفلان أنت معي في الجنة، فدخول الجنة لا يكون إلا بأمر الملك سبحانه وتعالى، ومهما كان علو درجة سيدنا موسى هو رسول من أولي العزم الخمسة لكنه في النهاية عبد، والعبد لا يتألى على الله ولا يحكم بأن فلان في الجنة وفلان في النار، دي مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، واضح يا جماعة؟ فسيدنا يوسف سيدنا موسى توقف، أدي عهدها إزاي؟ هو أنا بإيدي ده، أنا عبد من العباد، أنا بإيدي أن أنا أقول لفلان أنت هتكون في الجنة؟ ما أقدرش. والحاجة التانية بيني وبينك أنه استقطر عليها النعمة ديت ليه؟ كأنه عايز يقول يعني أنت عايزة تكوني معايا في الجنة وأنا رسول من أولي العزم الخمسة لمجرد بس أن أنت هتشاوري لي على مكان القبر، يعني عايز أقول ده كتير جدا عليها، وبيني وبينك هو كتير فعلا، يعني هل مجرد بس أن أنا مثلا يعني لو أنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطلب مني أشاور له على حاجة أقول له مش هشاور لك إلا لما أكون معك في الجنة، يعني مجرد الإشارة دي تساوي أن أنا أكون معك في الجنة؟ كتير قوي،
فسكت النبي، سكت سيدنا موسى عليه السلام. فأوحى الله إليه: يا موسى أعطها عهدها. مدام هي امرأة عندها علو همة وفي نفس الوقت عندها حسن ظن بالله، خلاص تستاهل تكون معك في الجنة. فأعطاها عهدها، قال لها: إن الله أوحى إلي الآن أن تكوني معي في الجنة. خلاص. فأشارت إلى بركة فيها ماء، بركة كده صغيرة مليانة مية. قالت: أنضبوا الماء، نشفوا المية دي. فطلعوا المية، قعدوا يعني يشيلوا المية دي ويرموها بعيد. قالت: احتفروا في هذا المكان. فحفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام، وكان هذا الأمر ليلا. خدوا بالكم، كان الأمر ده، الحفر ده كان بالليل، إنهم هربوا من فرعون بالليل، فكان الأمر ليلا. فلما أخرجوا جسد يوسف أضاء الطريق وكأنه ضوء النهار. ده الحديث. يبقى الحديث باختصار، النبي صلى الله عليه وسلم راح لواحد أعرابي كان معدي، فالرجل ده ضيفه، فأكرم النبي، فالنبي قال له: تعال عشان نرد لك الإكرام ده. جاله تاني يوم: تطلب إيه يا أعرابي؟ قال له: أطلب ناقة نتبلغ عليها ونحتلب لبنها. زعل النبي عليه السلام وقال للصحابة: هل فعلتم كما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ وما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ قال إن سيدنا يوسف كان خد العهد على بني إسرائيل إن هم لما يخرجوا يطلعوا جسده. طيب وهم خارجين بقى سيدنا موسى لما مرت الأيام وخارج من مصر تاهوا، طب تهنا ليه؟ لأن احنا كان لازم نخرج جسد سيدنا يوسف. مين اللي يعرف؟ عجوز بني إسرائيل. تعالي شاورينا على القبر. لا، حتى تعطيني عهدي. عهدك إيه؟ أكون معك في الجنة. سكت سيدنا موسى، جاء الوحي قل لها: أنت معايا في الجنة. خلاص أنت معايا في الجنة. شاورت على المكان، طلعوا جسد يوسف. أول ما طلعوا كان الدنيا ليل، أصبح الطريق ضوء النهار. فالنبي يعلم الأمة كلها علو الهمة من خلال قصة عجوز بني إسرائيل. ده علو همة امرأة لامرأة عجوز سنها ممكن يكون معدي 70 أو 80. فين همتنا إحنا بقى كمسلمين؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى عظيم وعزيز، ويحب إن كل عباده يكون عندهم عزة ويكون عندهم همة عالية قوي. ودايما يعني زي ما بيقولوا كده: سلفنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء. ليه؟ لأن أنا ما ينفعش يكون نظرتي كلها للأرض، نظرتي كلها للسماء. أنا نفسي أكون في الجنة، نفسي مش أكون في الجنة بس، لأ، نفسي أكون في أعلى درجات الجنة. حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، حتى عند طلب الجنة كان يدل الصحابة على أن يطلبوا أحلى حاجة أو أفضل مكان في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين مسيرة 100 عام. فإذا سألتم الله الجنة نعمل إيه يا رسول الله؟ قال: فاسألوه الفردوس الأعلى. أنا بنقلكم المكان اللي أنا نفسي تكونوا فيه، فاسألوه إيه؟ الفردوس الأعلى. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. اللهم اجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. قولوا أمين. حاجة جميلة أوي. ولذلك ربنا أمرنا بالهمة العالية. قال إيه سبحانه وتعالى؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يبقى إذن المسألة كلها إيه؟ أنت في ميدان سباق، وما ينفعش أن أنت تقول أهي بقى يعني إيه؟ أهي جنة وخلاص، يعني الواحد في أي حتة إن شاء الله حتى ورا الباب. لا، هو ربنا سبحانه وتعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكن أنت رجل لازم يكون عندك همة عالية. ده الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له، والحديث رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن، بيقول له: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي ومن ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين.
وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة مش مشكلة أخش ولا ما أخشش، إن شاء الله أخش الجنة واخد بالك، بس عندي مشكلة أن أنا خايف ما أشوفكش. قال وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. كلام حلو قوي، كلام جميل. فالنبي سكت، يعني عايز يقول لك ايه الكلام ده يترد عليه يتقال له ايه؟ لا ده نازل لازم القران ينزل، ما ينفعش يعني ايه، ما ينفعش انا اقول له حاجه بقى من عندي. فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول، ما تبقاش ليك انت بقى لوحدك، يبقى عام في حق كل مسلم. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع، شوف المعيه بقى، مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دائما برضو يحضنا على علو الهمة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح، قال إن الله يحب معالي الأمور، وفي رواية إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. تعرف احيانا لو جيت تسال واحد مثلا كده، مثلا في عز الحر، احنا في شهر 8 هو اكتر شهر بيبقى فيه حر، فلو سالت واحد همتك ايه في الحر ده، والله انا نفسي في حاجه ساقعة، والتاني والله نفسي في مروحه، والتالت والله نفسي في مكيف، والرابع عايز شاليه في الساحل الشمالي، والخامس والسادس والسابع والاخراني يقول ايه، والله أنا بصراحة نفسي في جلسة في ظل عرش الرحمن. وزي ما بيقولوا يا جماعة كل حاجة لازم يكون لها تمن. الحاجة الساعة بجنيه، باتنين جنيه، المروحة بمتين جنيه، المكيف ب3000 جنيه، الشاليه ب2 مليون جنيه، جلسة في ظل عرش الرحمن بدمعة من خشية الله. شفت قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عشان انت غالي عنده خلى كل حاجة فيك لها تمن. شوف قد ايه كل حاجة فيك لها تمن، حتى الدمعة. شوف الدمعة دي نقطة مية، الدمعة دي لو نزلت من خشية الله يكون التمن ان حضرتك تكون يوم القيامة جالس في ظل عرش مالك الملك ومالك الملوك في الوقت اللي الناس واقفة بتتسلق في ارض البحشر. هو النبي قال كده، هجمع لك بين الأحاديث كلها في رواية واحدة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويفيض العرق، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما، ويؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم. أنا جمعت لك رواية 5 أحاديث في بعضهم كده كلهم عشان أصور لك المشهد يوم القيامة. حاجة عجيبة، في ظل هذه المأساة في يوم طوله 50,000 سنة حضرتك وسيادتك وحضرتك هتكونوا في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك، بتعملوا إيه؟ بتاكلوا أحلى وجبة تاكلوها في الكون ده كله في الدنيا وفي الآخرة. الوجبة دي من الذي أعدها لنا، أبو بكر أم عمر أم عثمان أم علي، ولا النبي نفسه اللي عملها لنا؟ والله ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. هم مين اللي عمل لنا الوجبة ديت؟ الله مالك الملك ومالك الملوك. الدليل يا شيخ محمود على عيني وعلى راسي حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث حينما سأله عبد الله بن سلام اللي هو حبر اليهود، فقال ما أول وجبة يأكلها أهل الجنة؟ قال زيادة كبد النون، أي زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. يعني وجبة، تخيل حضرتك وجبة أعدها لك مالك الملك وملك الملوك، تحفة كده لأهل الجنة هم لسه في أرض المحشر. شفت ايه تاكلها كده قبل ما تخش كده وتروح تشرب من حوض النبي، وبعدين إيدك في يد النبي تخش الجنة. ايه الجمال ده كله؟ شوف الهمة العالية الجميلة سبحان الملك. فالنبي عسان بيقول إن الله يحب معالي الأمور، لما تطلب أطلب أحلى حاجة. زي ما أنت في أمور الدنيا لما يجي واحد، يعني ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، واحد جاله تعب في قلبه، فلما بيجي يسأل بيقول إيه؟
أنا عايزك تسأل يا ابني عن أحسن دكتور قلب في مصر. وأحيانا يقول لك لا ده أنا عايز أحسن دكتور قلب في فرنسا أو في أمريكا أو في إنجلترا. واخد بالك؟ طب اشمعنى أحسن دكتور قلب؟ ما تاخد أقل دكتور قلب. يقول لك لا ده 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 علاج القلب ده محتاج دقة، حصل له حاجة في عينيه لا قدر الله، يقول لك عايز أفضل دكتور عيون في العالم. ليه؟ خوفه على عينه. وهكذا في أي حاجة، بلاش ده كله، عايز ياخد شقة يقول أنا عايزة في أفضل مكان، عايزة واخدة نصتين ويا ريت لو بتطل على النيل ومش عارف عاملة إزاي، وتكون في الدور الوسطاني ويكون العمارة فيها أسانسير، ويكون ويكون بتنتقي أفضل حاجة. رايح تشتري حذاء أعزك الله بتقول عايز أفضل حاجة يكون جلد طبيعي. عايز تدخل ابنك مدرسة، عايز مدرسة لغات وتكون بيرفكت، تكون فيها تعليم إسلامي ويكون فيها حفظ القرآن ويكون ويكون ما فيش اختلاط، وبتنقله أفضل حاجة. في أمور الدنيا حضرتك بتنقي أحسن حاجة، عايز تشتري عربية بتسأل عن أفضل عربية وأحسن سعر وهكذا. فمن باب أولى بقى لما تيجي تطلب الآخرة تطلب أحسن حاجة، واللي يوصل للآخرة برضو لازم تكون في أحسن حاجة. يعني من أراد المنزلة العليا في الجنة فلابد أن يكون في أعلى منزلة في طلب العلم والعمل بالعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول هي مسألة كده، الجزاء من جنس العمل. عايز أعلى حاجة هناك لازم تكون أنت هنا في أعلى حاجة، واخد بالك، في أعلى درجة في العبادة وفي الطاعة وفي الدعوة إلى الله عشان تكون في أعلى درجة في الجنة. ولذلك الإمام ابن القيم بيقول من أراد المنزلة العليا من الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن يبقى يعني بيقول إيه، دمك مخلوط بالدعوة، ليل ونهار مشغول بالدعوة. هل تعلم يعني حضرتك إن الإنسان من كتر انشغاله بالدعوة وحبه للدعوة ممكن تنام كده وتلاقي القلم ده كده حطه جنبك وورق جنبك، كل لما يخطر على بالك فكرة، سواء فكرة كتاب أو فكرة محاضرة أو فكرة معينة أو أي حاجة بتأيدها وانت نايم. أنا كنت أعمل كده، وانت حط ورق جنبي وطول ما أنا نايم حطت ورق جنبي، أي فكرة تخطر على بالي وأنا نايم والنور مطفي وأكتبها كده وأقوم وأنام. لما أقوم الصبحية ألاقي الورقة مليانة شخبطة كتير قوي، أحاول أميز الشخبطة من بعضها وأطلع بشوية الأفكار اللي خطروا على بالي وأكتبهم على جنب كده في مسودة. ليه؟ دماغك مشغولة ليل ونهار بدعوة الناس وإزاي توصل المعلومة ديت بأسلوب يكون كويس يتقبله الناس، لأن الدين ما فيهوش جديد. يعني المنهج اللي بيدرسه الشيخ فلان هو المنهج اللي بيدرسه الشيخ فلان، وهو الكتب واحدة تقريبا يعني مع اختلافات بسيطة جدا، لكن في النهاية المنهج واحد والكتاب والسنة، خد بالك. لكن بتفرق في ايه؟ في اسلوب توصيل المعلومة. هو ده الخطاب الديني بقى ايه؟ هو ده تجديد الخطاب الديني، مش ان انا بقى النهاردة يعني اغير في المنهج، لا تغيير لا ولا تفصيل، انما احنا كل ما في الامر احنا بنقول الاسلوب، الاسلوب لابد ان يتناسب مع الناس عشان الناس تقدر تفهم وتقدر يعني توصل المعلومه بسهوله وبساطه بفضل الله سبحانه وتعالى. ان الله يحب معالي الامور او معالي الاخلاق ويكره سفسافها. انت عايز تكون فين؟ في اعلى درجه في الجنه لابد يكون اخلاقك افضل حاجه. ما تقوليش اصل انا اخلاقي بقى نص ونص، وساعات بقى الزربونه الهندي بتطلع، وساعات مش عارف بيحصل لي ايه، وساعات ما بمسكش نفسي، وساعات دم بيغلي، وساعات ما هي كده. ما هو في تمن. حديث رواه ابو داود بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم، ده في اخر الحديث، انا زعيم ببيت في اعلى الجنه لمن حسن خلقه. اللي اخلاقه كويسه النبي بيقول لك انا اضمن لك بيت مش في اي حته في الجنه، في اعلى درجات الجنه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح ان انت عارف حضرتك لما يكون واحد مريض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، عايزين يعرفوا درجة حرارته يحطوا له الترمومتر في الفم تحت اللسان كده يتعرف على طول درجة حرارته، ولو طفل ممكن يتحط الترمومتر تحت باطه او مثلا تحت لسانه. اما ترمومتر الايمان فهو الخلق، على قد الاخلاق اللي انت بتتحلى بيها يبقى الايمان ده مالي قلبك بفضل الله. مين اللي قال كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. الله. وبعدين وضح إن ميزانك يوم القيامة بيثقل بإيه؟ بالخلق. ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، خد بالك. وبعدين يوضح حاجة كمان،
ان انت لو عايز تقرب من النبي في الجنة لازم يكون اخلاقك كويسة. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أحاسنكم أخلاقا. يبقى ترمومتر الإيمان في قلب العبد هو الأخلاق. يبقى لو أنا النهاردة لحيتي دي لحد هنا وما شاء الله والعمامة ولا الغطرة ولا الطائية وخبالك والكلام ده كله والسواك والسنة وسمت السنة وما شاء الله وعلم الله أكبر بحار من العلم، ولقيت أخلاقي وحشة، أعرف أن الإيمان في قلبي ضعيف جدا جدا، وما أنا إلا جسر بعلمكم وخلاص. خدت بالك؟ إنما لما يكون الإنسان عنده خلق ما شاء الله أعرف أن الإيمان في قلبه عالي جدا جدا، لأن النبي اللي قال لنا كده أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. ميزانك يوم القيامة عايزه يتقل بفضل الله سبحانه. حتى أن النبي بيقول لك إيه، يعني حتى الرجل الحسن الخلق ده ممكن يكون يعني ما عندوش القدرة العالية قوي على أنه يواصل في قيام الليل وصيام النهار، ورغم ذلك يأخذ أجرهم. قال صلى الله عليه وسلم في يعني في الحديث حينما يذكر يقول وإن حسن الخلق، وإن الرجل أو يعني حسن الخلق لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. واضح كده؟ يعني الرجل اللي عنده خلق حسن ده بيبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. بل أنا في نظري إن الصائم القائم ده قد يكون صيامه لنفسه وقيامه لنفسه، بل أما الإنسان اللي عنده حسن خلق فحسن خلقه لغيره. هو في حد بيكون عنده حسن خلق مع نفسه بس؟ لا، حسن خلقه ده بينتفع به الناس من حواليا. أنا بتعامل مع ده بأسلوب كويس، أبتسم في وش ده، أقول لده كلمة حلوة، أتعامل مع ده بنقاء، أتعامل مع ده بصدق وأخلاق ووفاء، أتعامل مع ده بشيء من الإيثار. ما هي دي أخلاق. هو حسن الخلق ده بس فقط ان انا اكون مبتسم واقول كلام حلو؟ لا، ده حسن الخلق ده انواع كثيره جدا. اولا حسن الخلق مع الله، باننا حينما ياتيني الامر من الله سمعنا واطعنا، ده حسن خلق. ياتيني النهي من عند المولى عز وجل سمعنا وانتهينا، ده حسن خلق. حسن الخلق مع رسول الله، ان انا اكون برضو عند الامر وعند النهي سمعنا خلاص. فهم ازاي؟ عند الامر سمعنا وانتهينا، وعند النهي سمعنا واطعنا، وعند النهي سمعنا وانتهينا. ويضيف اليهم بقى الاتباع، ان انا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ده حسن خلق. حسن خلق مع كتاب الله، ان انا ما اهجرش القران، ان انا اقرا القران واعمل به. وانتوا عارفين ان هجر القران خمس انواع: هجر التلاوه، هجر التدبر، هجر العمل، هجر الاستشفاء، هجر التحاكم. خد بالك ان في ناس ما بتقراش القران، ادي هجر. طب لا، بيقرأه بس ما بيتدبرش، ده نوع تاني من الهجر. لازم تتدبر الكلام اللي بتقراه. طب بقرأ وبتدبر بس ما بعملش بالقرآن، يبقى ده هجر، لابد ان تعمل بالقرآن. طيب في نوع من الهجر اسمه هجر الاستشفاء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ان القرآن شفاء. ومن ضمن اسماء الفاتحة، سورة الفاتحة لها كم اسم يا جماعة؟ لها 17 اسم. خدوا بالكم، سورة الفاتحة لها 17 اسم، من ضمن الأسماء 17 الشافية. فالفاتحة شفاء، خد بالك. يعني لدرجة إن سيدنا أبو سعيد الخدري كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، لما كان هو وبعض الصحابة في حي من أحياء العرب وطلبوا منهم أن يطعموهم فأبوا، كانوا ناس بخلاء جدا فأبوا. فسيدنا أبو سعيد الخدري قاعد هو الصحابة جعانين، فجأة جه واحد من القبيلة من الحي ده قال لهم هل فيكم من يرقي، هل فيكم من يبذل الرقي يعني؟ فقالوا لماذا؟ قال إن سيد الحي قد لدغ، اتلدغ ويكاد أنه يموت، فعايزين حد يرقيه. فقال له اجعلوا لنا شيئا حتى نرقيه، بدهم انتوا ناس بخلة بقى ومحدش فيكم حتى رضي يقدم لنا حتى ربع رغيف، فخلاص اجعلوا لنا بقى حاجه. قالوا اجل. فراح ابو سعيد الخدري، ما زاد على انه وضع يده على راس الرجل وقرا فاتحه الكتاب. الروايه بتقول ايه؟ فقام الرجل وكانما نشط من عقال، قام يبرطع. خد بالك؟ يعني كانما نشط من عقال، يعني ايه؟ يعني كانه جمل وقام يجري، خد بالك، أو فرس وقام يجري. فاستغربوا. فالمهم الناس راحوا مدلهم حوالي 50 غنمية أو 100 غنمية على ما أذكر، فخذوها وقالوا لا نأكل منها حتى نرجع ونسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فراحوا سألوا النبي
هل يحل لنا اللي احنا خدناه ده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، خذوا واجعلوا لي شيئا، يعني اجعلوا لي سهما. بيضحك معهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى أبي سعيد الخدري قال: فماذا قرأت عليه؟ قال: فاتحة الكتاب. قال: وما يدريك أنها رقية؟ يعني إذن أقره النبي صلى الله عليه وسلم على أنها رقية. وانتم عارفين من سنة النبي عليه السلام ثلاث أنواع: قول وفعل وإقرار. إن النبي يقول حاجة يبقى دي سنة من سنة من عن النبي عليه السلام، أو النبي يفعل حاجة دي سنة، أو النبي ما يقولش ولا يفعل لكن يشوف حد فعل فيقر ذلك الفعل تبقى برضو سنة. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على أن فاتحة الكتاب رقية وشفاء. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة الله واسعة يقول لك إن من قرأ فاتحة الكتاب على مريض بيقين وثقة في الله يشفى من مرضه بإذن الله سبحانه وتعالى. بس ده عايز أبقى قلب، بقى عايز قلب مليان باليقين. يعني يقول لك هي الفاتحة بقى اللي هتقوم المريض ده؟ آه ممكن تقومه، إيه المشكلة؟ ما أنا بقول لك من ضمن أسمائها الشفاء. الشاهد في الموضوع، نرجع لموضوعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان يكون عندنا علو الهمة، مش علو همة بس في امور الدنيا، لا، علو الهمة في كل حاجة. ان الله يحب معالي الامور. انت لما بتيجي مثلا يعني ابنك في ثانوية عامة ولا بتاع، ما بتقولوش انجح وخلاص وعدي، لا، بتقوله لو سمحت من 90 وانت طالع. ليه؟ عشان تقدر تخش كلية كويسة. عايزك تخش طب ولا هندسة ولا كذا ولا كذا، فعايزك تخش كلية من كليات الايه، اللي هي كليات القمة. هي دي المسألة. فمن باب أولى إن أنا لما عاوز أطلب الجنة، خد بالك، فاسألوه الفردوس الأعلى. طب الفردوس الأعلى دي مش بلاش. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والجنة يوم ما أطلبها بطلبها بحاجة أنا بذلتها. أقول لي طب ما ده بيختلف معك أو يتناقض مع كلام النبي عليه السلام كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. طبعا ما حدش يخش فينا إيه بعمله، لكن الآية بتقول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. يبقى الكلام ده لا يتوافق مع ده. لا يتوافق إزاي؟ العلماء قالوا فيها حاجتين. حاجة الأولانية إن يا جماعة الباء اللي موجودة في الآية ليست باء العوض وإنما باء السببية. يعني ادخلوا الجنة بسبب ما كنتم تعملون، مش عوضا عن دي قدام ديت. يعني معنى ايه؟ يعني العوض يعني ان انا عملت عبادة يا رب فالعبادة دي تساوي ان انا اخش الجنة. لا، مفيش عبادة في الدنيا تساوي ان انت تخش الجنة بالمرة، لان ربنا يتعامل معنا بالفضل ولا يتعامل معنا بالعدل سبحانه وتعالى. وإلا كما في الاثر الضعيف بقى، الرجل اللي عبد ربنا 500 سنة حط نعمة البصر رجحت الكفة، لا، الموضوع حاجة تانية. يبقى إذن الموضوع مش موضوع عبادة تساوي الجنة، لا ما تساويش، إنما ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب ما كنتم تعملون. طيب هو إيه اللي أنا كنت بعمله؟ صلاة وصيام وزكاة وحج وذكر الله وقراءة قرآن وإحسان إلى اليتامى وإلى العبادات بقى كلها. مين اللي وفقك في العبادات ديت؟ الله هو اللي وفقني وأعني. فلما عملتها مين اللي تقبلها منك؟ الله. يبقى ابتداء وانتهاء الفضل والمنة لله. زي التوبة، قلنا بكده التوبة ليها كم طرف؟ عايزكم تتذكروا الكلام اللي بقوله ده. التوبة ليها كم طرف؟ ثلاثة: ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا ألقى في قلبك التوبة فانت تبت، ادي كده طرفين. فلما تبت ربنا تقبل توبتك، ادي الطرف الثالث. يبقى الفضل والمنة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ طيب ده المعنى الأولاني. المعنى الثاني إن بعض أهل العلم قالوا إن دخول الجنة ابتداء يكون برحمة الله، والارتقاء بعد ذلك في درجات الجنة إنما يكون على قدر أعمال المؤمن التي عملها في الدنيا. فأنت النهاردة عايز أعلى درجات الجنة، لازم تكون في أعلى درجاتك في العلم، العبادة، حسن الخلق، السلوكيات الجميلة، ده يوصلك ويرقيك في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا كما عند مسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. الحديث الأخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير.
خد بالك ايه المؤمن القوي. هل مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن القوي ده بقى اللي هو بتاع كمال اجسام وبتاع المصارعه والكلام ده كله؟ لا طبعا، والا ما كانش يبقى ابن مسعود يعني خير بقى من غيره، لان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كان نحيف جدا وكانت سقانه رفيعة جدا، والحديث رواه احمد بسند صحيح ان سيدنا ابن مسعود طلع فوق شجره الاراك عشان يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجت الريح فهزت الغصن فانكشفت سقان عبد الله بن مسعود. ايه اللي حصل من الصحابه؟ قعدوا يضحكوا عليه، فالنبي زعل فقال مما تضحكون، وفي روايه مما تعجبون، قالوا نضحك من دقه ساقيه، رجليه رفيعه فاحنا لما لقيناها كشفت كده قعدنا نضحك. فقال والذي نفسي بيده، يعني والله لهما السقان دولت في الميزان يوم القيامه اثقل من جبل احد. ايه اللي تقل رجلين ابن مسعود؟ ايمانه اللي هو اصلا تقيل في قلبه. واضح كده المعنى؟ يبقى المؤمن القوي مش المؤمن اللي عنده عضلات وبطل ومصارع، لان النبي قال ليس الشديد بالسرعه وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يبقى قوه ايمان، قوه عقيده، قوه عباده، قوه اخلاق، قوه اكرام للناس، قوه عفو، قوه تسامح، قوه بقى في كل حاجه اللي هي توضحها الايه خذوا ما آتيناكم بقوة. الآية دي تشرح الحديث ده، والحديث ده يوضح الآية دي، وكل حاجة بتوضح بعضها. اربط بين الآية وبين الحديث، وبين الآية والآية، وبين الحديث والحديث، الدنيا كلها تتفهم بالنسبة لك. يبقى خذوا ما آتيناكم بقوة، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. لقول فصل، ديننا دين الجد والاجتهاد مش دين اللعب. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نجتهد. طب دي قدرتي وده اخرها، فاتقوا الله ما استطعتم، اعمل اللي تقدر عليه وخلاص. الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل يثيبك على القليل كثيرا ما دمت قد اخلصت النيه لله سبحانه وتعالى. انا مثلا اقدر اصلي قيام لي قد ايه؟ والله يا ربي هو نص ساعه وخلاص. خلاص فاتقوا الله ما استطعتم، شوف قد ايه ربنا قال كده، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. واضح؟ بعض الناس يقول لك أنا ما أقدرش أصلي قيام الليل إلا بقصار الصور. صلي، ما أقولكش لا ما ينفعش غير بطوال الصور أو الصور الطويلة، لا صلي، صلي بما تيسر باللي تقدر عليه. طب مش قادر أقف، صلي وانت قاعد، إيه المشكلة؟ لو أنت مريض صلي وانت قاعد. يبقى إذن الدنيا جميلة وديننا ما فيش أجمل منه ولا أيسر منه ولا أحسن منه، بس إحنا نفهمه صح. لذلك تشوف خد بالك من حاجة بقى، كل ما تلاقي الإنسان بيوصل العلم بتعقيد أعرف أنه هو نفسه مش فاهم. واضح كده؟ وكل ما يوصل الأمر بقسوة وغلظة أعرف أنه هو لم يستفد من العلم. خد بالك من الفرق بين اللفظين، هيوصل العلم بتعقيد يبقى هو ما فهمش، هيوصله بغلظة يبقى هو ما استفدش. يعني أنا لو استفدت من العلم ده، أنا العلم ده هيؤثر في قلبي وهيخليني إنسان لين ويسير ومتواضع. عاملة زي إيه؟ شفت حضرتك سنبلة القمح؟ سنبلة القمح ديت لما تيجي تفتحها إما إنك تلاقيها فاضية أو تلاقيها مليانة، صح كده؟ في سنبلة تبقى فاضية وسنبلة تبقى مليانة. طب السنبلة لو كانت مليانة وتقيلة وفيها كمية قمح بتبقى ميلة على الأرض من شدة الحمل اللي فيها ومتواضعة، ولما تكون فاضية وفارغة تبقى واقفة شامخة. تعرف العالم اللي عنده علم بالتواضع وباللين وبالرحمة وبالأسلوب البسيط، تعرف اللي عنده علم وبيبسطه لك، وتعرف اللي ما عندوش علم بأنه شامخ ومعتز بنفسه قوي وفخور بنفسه وما عودش في أي حتة إلا يعني بدل ما يوصلك علم قاعد يتكلم عن نفسه وعند كراماته وحركاته وبركاته وحاجات كده. واخد بالك؟ اعرف أنه فاضي ما عندوش حاجة خالص.
ولذلك شوف ربنا لما وصف الداعية الناجح عليه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وجاب بعدها فاء التعقيب والسرعة، قال: فذكر إنما أنت مذكر، أنت داعية 10/10. إيه صفاته بعد الإخلاص؟ رقم 1 صبر الإبل، 2 سمو السماء، 3 ثبات الجبال، 4 ذلة وتواضع الأرض لمن يمشي عليها. العالم متواضع، العالم متواضع. تعالى شوف، حتى أنا مش هقول لك بقى الصحابة ونتكلم في سير الصحابة، لا 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 لا، ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا عايز أقول لك إيه يعني، ده أنا هكلمك في عصرنا الحالي. الله يرحمه رحمة واسعة، الشيخ الشعراوي والشيخ كشك والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز، الله يعني الناس ما ينفعش ننساهم، ما ينفعش ننساهم. خد بالك، الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه رحمة واسعة، من ضمن اللقاءات اللي شفته فيها ربنا يرحمه رحمة واسعة، كنا رحنا له مرة في بريدة، فرحنا له في عنيزة يا ربي، فوإحنا هناك في المسجد بتاعه، فيعني إخوة كانوا إخوة سعوديين ربنا يحفظهم ويبارك فيهم رب العالمين، كانوا خدونا للزيارة وكده. ده كان كلام، ده كان سنة كام؟ كان سنة 92، يعني من زمن طويل جدا يعني. فالمهم لما رحنا هناك، يعني حتى والله شوف يعني حتى مجرد نسيان، حتى هو ببريدة ولا عنيزة، لأنه متلخبط بين اسم البلدين يعني. فرحنا المسجد بتاعه رحمه الله رحمة واسعة، شوف تواضع الرجل. كان الكلام ده كان بعد صلاة العصر، وكان معانا على ما أذكر من مشايخ السعودية أخي الحبيب العزيز شيخ خالد العبيدان، ومجموعة من شباب في مدينة رفحاء العزيزة، وكان معانا مجموعة يعني طيب. وما كان من الشيخ الله يرحمه رحمة واسعة إلا أنه لمح أن أنا الوحيد اللي ما كنتش لابس غطرة، كنت لابس طاقية ساعتها، وبعدين فبصلي فقال لي: أنت مصري؟ قلت له نعم شيخنا، وببلغ حضرتك سلام إخواننا كلهم في مصر. فما كان منه إلا أنه الله يرحمه رحمة واسعة حط إيده على صدري كده ودعاني دعوة، يعني لم يسمعها أحد، لأنه دعاني كده يعني إيه خفية كده، يعني حط إيده فأنا أقرب واحد لي سامعه، فدعاني دعوة كده. الحمد لله كان لي منها يعني أعظم الحظ والنصيب، الحمد لله ربنا يجعلها في ميزان حسناته. شوف التواضع، كان ممكن رجل يقول لك أنا مش فاضلكم، ممكن يقول أي حاجة، لكن سبحان الله، ويعني كان في قمة التواضع، وتشوفه فعلا تذكر قول المولى عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الشيخ ابن باز نفس الحكاية، قمة في التواضع الله يرحمه رحمة واسعة. الشيخ الألباني يعني علامة الحديث في العصر الحديث زي ما بيقولوا، يعني كان لما يسأل كان يقول: أنا ما زلت طويل بعلم. درجة أن مرة أحد طلاب العلم المعروفين وهم الآن من المشايخ الكبار بيقول له في مرة: يعني أنت يعني أنت أكبر عالم الآن في من علماء الحديث و فقال له: يا بني لا تقل هذا، أنا ما زلت طالب علم. قال له: يا شيخنا ده تواضع. قال له: يا ابني أنا مش متواضع يا ابني، أنا بقول الحقيقة. فقال له: إزاي يا شيخنا؟ خد بالك بقى جابها له إزاي. قال له: يا ابني أنت شايف إن أنا رجل عالم كبير، لو أنا بنفسي بنفس العلم ده عايش في زمن الإمام أحمد بن حنبل ماذا كنت أمثل؟ فسكت الشيخ اللي هو تلميذه يعني، قال له: طيب نطلع شوية، طب أنا لو في زمن ابن مسعود ماذا كنت أمثل؟ طب لو أنا كنت بين الصحابة ماذا كنت أمثل؟ فسكت، قال له: لا تبالغ في مدحي. شوف تواضع الرجل، ولذلك ربنا رفع قدر هؤلاء الناس. الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة كان في قمة التواضع واللين والرحمة، ورجل صدق فعلا، صدقوا ما عاد الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يعني من ينتظر دي موجودة لحد قيام الساعة. رجل كان يدعو على المنبر بأن يموت ساجدا ومات ساجدا، تمنى أن يموت ساجدا فمات ساجدا. أحكي بس موقف أخير عشان أختم به حلقة النهاردة ونكمل بكرة موضوع علو الهمة، الموضوع خطير جدا ومهم جدا وهيترتب عليه حياتك اللي جاية كلها إن شاء الله.
الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة مما يحكى عنه غير بقى موضوع انه كان لما يشعر الناس بتمدحه قوي فكان يدخل ويعني وينظف حمام المسجد او غير ذلك يعني, ودي طبعا مشهد عظيم جدا من التواضع, لكن مشهد عجيب قوي قوي اغرب منه. اخ كان يلازمه دائما فبيحكي لي موقف, بيقول لي كنا مره الشيخ كان واخد معاه كيس فلوس ونازل يوزعه للفقراء بالعربيه بنفسه, كان ممكن يكلف اي حد, لكن هو كان يستمتع بان هو يغدق على الفقراء طول ما هو ماشي بالعربية, تعالى يا ابني بسم الله, تعالى يا ابني بسم الله, عمال يعطي. خلص الكيس وراح مطبقه الحمد لله رب العالمين ومروح, فلقى واحد منتظر, راجل بسيط جدا من محبين الشيخ يعني, فلقاه واقف قدام البيت بتاعه. فخير يا ابني؟ قال له والله شيخنا انا ما عايز لا فلوس ولا عايز حاجة, انا كل اللي عايزه عايز حاجة من ريحتك اشيلها كده تبقى ذكرى عند العمر كله. فما كان من الشيخ إلا أنه أعطاه التوب بتاعه. قال له يا شيخنا طب حضرتك يعني تقعد كده من غير؟ قال له يا ابني من البيت هو خلاص أنا داخل. فالمهم فالرجل بيمسك التوب فلقى جواه فلوس, فقال له يا شيخنا ده جواه فلوس. قال له يا ابني من نصيبك حظك, أنا خدت المحفظة بتاعتي وكل ما في التوب ده, ده يا ابني حظك ربنا يبارك لك. شوف التواضع والتعامل مع الناس إزاي, ربنا يا رب يرفع قدر هؤلاء الناس في الجنة يا رب العالمين ويجمعنا بهم في الفردوس الأعلى إنه ولي ذلك والقدر عليه. الوقت مع حضراتكم بيجري بسرعة, وربنا يبارك فيكم ويحفظكم. بكرة هنكمل موضوع علو الهمة, لموضوع خطير جدا جدا, وهنشوف بقى نماذج خطيرة جدا مع علو الهمة وأنواع علو الهمة. إن شاء الله نستمتع بكرة وبعده مع حلقتين تانيين إن شاء الله, أو بكرة بس يعني مع علو الهمة. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواقف الإيمان, لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان, حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب.